بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا بلغنا آمالنا في محبتك وحقق لنا حضورا بين يديك. اللهم اجعلنا من خير من سعت بقدم نحو مرضاتك، واجعلنا من الموفقين ببركاتك. اللهم زدنا من توفيقك ما يكفينا مظالم الدنيا وفخاخها وكيد شياطينها، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. إن شاء الله نتناول ببركات الله أربع آيات من سورة الأنعام. نبدأ بآية 112. قبلها هي ثم إشارة إلى الشرك وإشارة إلى أسماء الحسنى، بعض أسماء الحسنى التي لا تخفى عن كل عاقل، ولكن مع ذلك بقي الإنسان والجان في التصدي لكلام الله، في عدم اعتراف بألوهيته وحدانيته ووجوب اتخاذ دينه كرابطة بينه وبينه سبحانه وتعالى. إذا نتناول الآية 112 والثلاثة اللي بعدها. يقول رب سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقتربوا ما هم مقتربون. أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك أو كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وبعد رب يذكر ألا نرضى في اتباع الضالين من سبقونا وخانوا أمانة ربهم وهم يهود النصارى في الطريعة، واليهود الشر الخلق في الكون هذا. يقول رب سبحانه وتعالى: وكذلك يعلمنا بس بالإنجليزية بس في التنسيق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. رب قدر بحكمة وحضور وقوة وتأييد لكل نبي جماعة زمرة من الأعداء الذين لا يفقهون شيئا عن الله ولا يعلمون ماذا يصنعون وماذا صنع بهم، وفي مقدمة إبليس اللعين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، أي العناصر المضرة لذواتها ولغيرها تسمى العربية الفصحى شياطين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، باش يتعاملوا بكلمة الرنانة، باش كل فرد ولا كل جماعة يمكن لها أن تؤثر في الآخرين، وهذا خبث وغباء وكيد بعض ضد البعض والعياذ بالله. إن شاء الله انطلقوا إلى هذه ظاهرة الكيد المتبادل. كما الآن كيد صاير فيما بينهم يخليهم عمياء مصابين بالعمى لما ينتظرهم من كوارث من كل حدب وصوب وكل من كل لون وبكل شدة من لدن الله، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي كل واحد يغر بالآخر من يظهر في وعيه شيء ليس له وجود، أو يضخم الأمور أو يقزمها لتضليل الآخر، حتى أنه ربما بل هو مهيمن هيمنة أبدية، ولا هيمنة أبدية إلا لله رب العالمين. فغرهم ربي يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، فغرهم وما يفترون، دعهم وكذا
أكاذيبهم التي يصنعها. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليفتروا ما هم مفترون مقتربون وليقتربوا ما هم مقتربون. وهذه الحيرية تولي الجماعة الضالة ليس لها أهلية لتسمع كلام الله. أن صم بكم العمي فهم لا يفقهون، لأنهم مرتدين، لأنهم أعطوا بظهرهم الدعوة الإلهية ولا مجال. ويتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون، هنا مجرد الإصغاء لهذا البهتان وهذا زخرف القول هو يكفي أن تكرع وجوههم وتفتح صورهم عند الله. من دون ما يقول أفئدة مريضة، قد يكون مرض قافي آية أخرى، من دون ذلك، لأنه لتصغى لهذا الأمر الخبيث. يعني من تصغى له إلا نفوس نهاية في المرض. وعلى قولنا المحللون النفسانيون لا يفهمون شيئا عن مرض القلوب، فلا يرجمون بالغيب ويلقوا الألفاظ ما بينها لكي تنتج منها بعض آراء خيالية ويؤسسون مقابلة من المرضى على هذه الترهات التي لا تصل بها واصلة بالحقيقة إلا القدر النذر. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهذه مصيبة كبيرة أن تؤمن برجوع إلى الله لكي يحاسبك حسابا عادلا لا ظلم فيه ولا شهادة باطل فيه. هذا ظلم في كل أنحاء العالم، وشهادة الزور هي امتلت بها حياة الناس. كيف هذا يفتكر هذا وهذا يقتل هذا ولا يسجن هذا ولا يقرا هذا ولا يكذب هذا ولا يهين هذا. هذا ايش عندكم بصراحه؟ نحن برعاء منكم. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقتربوا ما هم مقتربون. عير بارا خذ الاجل بطول الكرم يخذه في مضرتك، تقطع نقط مرات ومرات الى ما لا نهايه لها المرات تلك. أبغير لا يأبتري حاكما مزيد أبهته. أنا مصلاق حاكم فيما بيني وبينكم، خصومة التي بيني وبينكم ناتجة عن رفضكم للوحي. ما نخوش حاكمكم، لا أبدل الله، هو خالقي مولاي وساتري وناصري وحافظي ودليلي والذي أبتري مرضاته وأسأله البركة والمشرف. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب ويذكر بخبثهم سلتهم بالتوراة والإنجيل. كانت صيلة قبيحة ما فيها كان سوء الأدب مع الله، ما فيها كان من قطع السبيل على وحي المولى، ولكن نور الله لا ينطفئ أبدا. أفغير الله، ودليل ذلك هو قرآن سنة وأنبياء عليهم السلام أرخهم القرآن بفضل الله وذكرهم ذكرا طيبا من خلاهم فيما بعدهم عندهم سمعة طيبة لدى أعداء الله. هم يرون أننا ورثة الأنبياء عليهم السلام، ولكن لا يظهرون ذلك بل يقولون عكس ذلك. يعني إذا كان أحد الحقيقة هو ولي على باطل ويجب ان يحارب وينقرض، ونحن باقون هنا ما دام الله قدر ذلك البقاء لنغيظكم ولنطمس على وجوهكم ولنبخر اموالكم الحرام وهذا المجال. افغير الله يبتغي حكما، وهدايا المال حين تبقى هو المصروف على الصواريخ وعلى الجواسيس وهذا المجال بدون تعب. أرجع وقتاش نجمت تقضى علينا الفناء وتقضى علينا الشلل في الجهاد. لا جهاد ولا فاضل إلى قيام الساعة، جهاد بالأموال والأرواح واللسان. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي كل شيء بينه الله في الكتب. لكن حرضتم
فغاب البيان. أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم كتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أو بكل محال إلا كتبوا إيمانهم يعرفوا ماذا حدث من تسمية النبي عليه الصلاة والسلام على لسان موسى وعيسى عليهم السلام وعدة أنبياء أخرى وزاد سماه واسمه أحمد وزاد قال لي رحمته ومغفرته لنا يعني أكثر مما عندهم لأن يعني عندهم كل من الناس المستقيمين الذين يكتمون إيمانهم ونحن نغلط بالنسبة لتلك كل نرفع راية القرآن وأحس أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن نجتهد في إضرار بهم وكشف مؤامرتهم. أفغير الله أبتغي حكما إن شاء الله نرجو للكنيسة ماذا صنعت بوحي بني سنة صنعت كنيسة قولبت عقلية ونفسية من الدعونة النصرانية عموما كيفاش ولاو سفك دماء حب يصربوا دم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي في دعوهم عذبه الله وصلبه حتى يدفع ذنوبهم وتنتم عبدهم فيفتح باب المعصية على مصراعي ويتم لهم الفوز بالحرية في إفساد الخلق وإفساد كل النظريات كلها ملموسة إلى مساتهم الشيطانية. نسأل الله السلامة. أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق والحق أنزلناه بالحق نزل فلا تكونن من الممترين. لا يمكن لك أن تصبح لزمرة الشاكين في ألوهية الله وحدانيته ورسالته وبعد ربي بشرا ويمقتهم ويغيظهم بهذه الآية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي تمت وصولها إلى أهلها فنالوا رضا الله وتمتعوا بنصر الله واطمئنوا إلى أن الله أن يد الله فوق أيديهم والله يرمي ولا يرمون. الله حين يدخل فريقان في المصادمة الله هو الذي يرمي الرعب والإغلال والمحق والخسارة والاندفاع. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. هذا محال أن أي مخلوق يقدر حتى ولو ظن قويا أنه سيحول كلام الله إلى كلام مغاير محال. والدليل أن الكلام يبقى خاص بالله حصريا والقرآن دليل لكون كلام الله لم يمس بالسوء ولو في حركة من حركة حروف أو ترتيب حروف الكلمات أو ترتيب الكلمات أو ترتيب الآيات أو ترتيب الصور أو ترتيب الأجزاء أو ترتيب القرآن من الأول إلى آخره لم يمس بشيء. وربي قال وإننا حافظون صدق مولانا سبحانه وتعالى. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا وهذا بشرى لنا لا مبدل صدق يعني الحقيقة القرآن هو أم الحقيقة وعدل أي قرآن ما فيه عوج ما فيه بهتان وما فيه تلف وعدلا يعني العدالة الإلهية موصوفة ومجسدة في كلام الله العزيز لا مبدل الكلمات وهو السميع العليم أي ما فعلتم لا يمكن أن لا يسمع سبحانه وتعالى ولا يمكن أن لا يعلم فما قولكم حين تقابلونه يوم الحساب هذا السميع العليم ماذا سيكون دفاعكم وكيف يكون خلاصكم من محنة يوم القيامة. نسأل الله أن لا نكون منكم والسلام على من اتبع الهدى.